الله وبركاته. انا المهندس ابراهيم عابدين، مهندس كهرباء خريج 2018، وانا اللي هشتغل معاك كورس الطاقه الشمسيه ان شاء الله. طيب الكورس بتاعنا موجه لمين؟ الكورس بتاعنا موجه للفنيين اللي شغالين في الطاقه الشمسيه، موجه للمهندسين اللي شغالين في مجال الطاقه الشمسيه، كمان موجه لاي طالب حابب ان هو يتعلم معانا ازاي المنظومه الشمسيه دي بتشتغل، او انت حديث تخرج وعايز تلاقي فرصه في المجال ده، فاحنا هنعلمك ان شاء الله ازاي يكون عندك الدرايه الكافيه بالموضوع. الكورس بتاعنا هيكون متقسم لكذا مرحله. المرحله الاولى هتكلم فيها عن مقدمه عامه اللي هي الانترودكشن بتاعتنا. في الانترودكشن ديت هنبدا نفهم الفرق بين الانظمه المختلفه وبين بعضها، كمان هنبدا نتعلم ازاي نفهم الكومبوننت او المكونات اللي موجوده عندي في الشبكه، ووظيفه كل واحد ايه، ولو هو مش موجود ايه اللي يحصل عندي في الشبكه. المرحله اللي بعد كده هنتكلم فيها عن الاشعاع الشمسي وحركه الشمس ودراسه الاشعاع الشمسي عامه يعني. طيب الجزئيه دي هتفيدني في ايه؟ الجزئيه دي هتفيدني في التصميم، بحيث ان انا اقدر احدد التلت انجل او زاويه التثبيت اللي انا هشتغل عليها في الالواح بتاعتي. هل هي بتفرق من مكان لمكان؟ اه طبعا بتفرق من مكان لمكان، وده اللي هنعرفه بالتفصيل في الجزء ده. الجزء اللي بعد كده هنبدا نتكلم فيه بقى عن التوصيل بتاع الخلايا نفسها جوه المديول، وايه الفرق بين المديول وبين الخليه، يعني ايه الفرق بين اللوح وبين الخليه وبين المصفوفه او الاري، كل الكلام ده هنفهمه في الجزء اللي بعد كده. هننتقل طبعا لمرحله الكومبوننت او المكونات. هناخد كل جزء على حده وهنبدا ندرسه، هنفهم كل مكون موجود في الخلايا الشمسيه في المنظومه الشمسيه وظيفته ايه وبيعمل ايه معايا، ولو مش موجود ايه اللي يحصل، وهل شرط ان هو يكون موجود في كل الانظمه ولا لا. الكلام ده نعرفه في الجزء ده. الجزء اللي بعد كده ان شاء الله هنتكلم فيه على مهارات التصميم، ان انت يكون عندك ازاي مهارات التصميم، ان انت تصمم صح للمنظومه الشمسيه. في اكتر من طريقه ان انت تصمم بيها، الكلام ده كله هنتعلمه في الجزء ده. الجزء اللي بعد كده هنتكلم فيه على ان انت ازاي يكون عندك الخلفيه، ان انت تعرف تواجه المشاكل اللي ممكن تقابلك في التوصيل او في المنظومه عامه، وايه هي المشاكل ديت، وهنبدا نتعرف على المشاكل دي. كمان هنعمل دراسه اقتصاديه او ناخد الاعتبارات الاقتصاديه معانا في الموضوع، ونبدا ندرس المنظومه الشمسيه بشكل عام. طيب في نهايه الكورس ده ان شاء الله حضرتك هتكون قادر ان انت تعمل تصميم صحيح للمنظومه الشمسيه، كمان هتبدا تاخد الاعتبارات الاقتصاديه معاك في الموضوع، ممكن تلاقي فرصه شغل في مجال الطاقه الشمسيه، لو اتيحت لك الفرصه فانت ان شاء الله تكون كوف ان انت تشتغل في المجال ده. طيب ايه المطلوب من حضرتك؟ المطلوب من حضرتك ان انت تتابع معانا الفيديو بتاعتنا ان شاء الله، كمان هيكون موجود لينك للجروب بتاع الفيس. الجروب بتاع الفيس ده ان شاء الله هنبدا ننزل فيه زي نظام تمرين او تدريب، حضرتك تحل كل بعد كل حلقه هتتابع الاسئله وتبدا تحل ان شاء الله معك. كمان هيكون موجود جروب واتس لو حد عنده استفسارات او عايز يسال في حاجه، فان شاء الله نقدر نفيده ونقدر